محاربة كل مظاهر الإجرام الماسة بالاقتصاد الوطني بتاريخ 16/11/2020 في حدود منتصف النهار، على إثر معلومات مؤكدة تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالحمادية من حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية، والتي كانت مخبأة بأحد المباني الريفية بدوار واد زيلان بلدية الحمادية. بعد استيفاء كل الإجراءات القانونية تم تفتيش المبنى، أين تم حجز 10488 وحدة من المشروبات الكحولية مختلفة الأحجام والأنواع، حجز مركبة وتوقيف شخصين. نذكر المواطنين بالرقم الأخضر 1055 للدرك الوطني وموقع الشكاوي المسبقة ppgn.mdn. لا رجع عند خدمه هذا زوج.